ديمبلي لم نرى كوتينيو. هنا كرة عالية راسية بارترا، هذا بيكي يهيئ لي فيدال، وصلت عن طريق ميسي، يحولها في الجهة اليسرى ايفار كيتيتش. ميسي، الله، ماذا دهاك يا ميسي، ماذا دهاك يا ميسي؟ اسمك، سماتك، سموك، سيستمك، مستواك، ويسألوني عن مستواك، أهدافك، يسارك، يمينك، شباكك، ما الذي تفعله يا ليو ميسي؟ إي والله، ماذا دهاك، ماذا تركت لكرة القدم؟ خلاص، بهذا الهدف ختم ميسي طريقة تسجيل الأهداف. يا أخي، يا أخي، شعينك، شقياسك، هذه إيش؟ هذه لا مسطرة، لا قلم، لا مهندس، بالضبط بالضبط في مرمى ريال بيتيس، هاتريك، ومن غيره يسجل هاتريك، هاتريك، ويا محلاه من هاتريك. كفى، كفى لكل من يتحدث عن ميسي، هو ليو ميسي باختصار. يا اخي، كل اسبوع يحلل اشتراكك في البي ام، والله كل اسبوع